معك الأستاذ سعد الأحمري، معلم تربية فنية من المملكة العربية السعودية، أعمل في مجال الريليف البارز. أعمالي تميزت بال3D البارز. طيب، لي شرف المشاركة في هذا المعرض الجميل. المملكة العربية السعودية ومملكة المغرب الشقيق، دولتان وجهان لعملة واحدة، ونحمد الله يعني وجودنا في المغرب بين أحبابنا وأهل الكرم في المغرب شيء عظيم، ونتشرف بوجودنا معكم في هذا المعرض وفي هذا الكرنفال الفني الجميل. نشكر الأستاذ نجاة الباز على هذا التنظيم وعلى هذا الإبداع في الإخراج. بكل سرور استقبلت الدعوة وحضرنا، والحقيقة يعني هذا المعرض أهديه لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، كما أهدي هذا النجاح لملك المغرب محمد السادس حفظه الله. حنا أسرة واحدة، ويعني نمثل المجتمع الإسلامي والعربي في هذا الاجتماع بإذن الله. وحدة الكلمة والسلام الأمتين الإسلامية والعربية. بهذه المناسبة بإذن الله رايحين إن شاء الله الليلة نحتفل بإذن الله بفوز المملكة العربية السعودية، ونبارك المنتخب المغرب فوزهم المستحق. يعني لم يحالفنا الحظ في المباراة الثانية، ولكن إن شاء الله الليلة حتكون استثنائية بهذا الاجتماع ووجود أخواننا من المغرب. إن شاء الله تكون المؤازرة موجودة والحظ موجود بإذن الله. الدكتور أحمد بن يوسف الحربي، المسوق الدولي لمعرض أكادير آرت فير بدولة المغرب. الحمد لله سعدنا في هذه السنة باستضافة مدينة أكادير لهذا المعرض الدولي في نسخته الرابعة. طبعا كانت مشاركة المملكة المشاركة الأقوى في عدد المشاركين وعدد اللوحات المشاركة. الحمد لله المعرض تميز بعدة مدارس وعدة فنانين من عدة دول وأكثر من بلد، الذي لذلك أثرى المعرض وازدادت ثقافة الشعوب بهذه المشاركة. طبعا المشاركة كانت على مستوى العالم، أكثر من 30-40 دولة مشاركة ما بين دولة عربية ودولة أجنبية. ونشكر طبعا المغرب ومدينة أكادير صراحة على هذا الاستضافة الجميلة لهذا المعرض الذي احتوى العديد من الجنسيات والبلدان في هذا المكان. ونبارك للمغرب الشقيق فوزهم على في البطولة الدولية لكأس العالم. تواجدي في مدينة أكادير في المغرب الشقيق من خلال إقامة المعرض الفن والحياة والثقافة والسلام في هذا المكان الجميل. طبعا عرضنا مجموعة من أعمالنا بالفنون التشكيلية وخاصة بالفن التشكيلي التنقيطي كرائد لهذه المدرسة التنقيطية عالميا من المملكة العربية السعودية، في مشاركة عدد كبير من فنانين دول الخليج والعالم، مما يسعدني ويشرفني كواحد من الفنانين عرض هذه الأعمال الفنية. طبعا كأس العالم هو كأس عالمي، يستحق من يحصل على هذا الكأس. من خلال المباراة في المغرب الشقيق قدموا ما لديهم من فنيات في الكرة العالمية وليس العربية فقط. نشكرهم على هذا الجهود وعلى هذا الفوز العظيم اللي قدموه، مما يدل على ثقافة هذا الشعب وعلى رقي هذا الشعب الكريم. نتمنى البطولة إن شاء الله تكون عربية ونفرح فيها جميعا إن شاء الله، ونتمنى للشعب المغربي الشقيق كل توفيق في هذا المعرض الجميل الذي يثري ثقافة وحضارة هذه الدول العربية والإسلامية والعالمية. كواحد من فنانين المملكة العربية السعودية أنا أكن احترامي وشكري وتقديري لكم جميعا ولقناتكم المحبوبة ما شاء الله، وهذه التغطية الجميلة
في هذا اليوم الجميل الثقافي الذي تميز عن السنوات الماضية بعدد كبير من فنانين العالم والذين قدموا ما لديهم من أعمال فنية تستحق الوقوف أمام هذه الأعمال والاطلاع على هذه الأعمال. زينب الحبيب من السعودية، سعيدة جدا بالمشاركة بالمعرض الدولي الرابع بالمغرب، لقاء جميل مع الفنانين وإثراء صراحة للفن. أنا سعيدة جدا بالمشاركة وأتمنى إن شاء الله لقاءات أخرى مع الفنانين بمعارض أخرى بإذن الله. عبد الله أستاذ من المغرب، أنا مسؤول على التنظيم على مستوى الدورة الرابعة للفن المعاصر، وكانت مشاركة ديال مجموعة ديال البلدان، وإحنا جد فخورين بهذه المشاركة هذه، بالإضافة هي فرصة على التعرف على الأشكال الجديدة من الرسم، من النحت، من الإبداعات أخرى يعني اللي ممكن كنشوفوها الآن بالمشاركة ديال جل الدول. وأعتقد أنها فرصة للجمهور المغربي أنه يشوف هذه الإمكانيات ديال شعوب أخرى وديال ثقافات أخرى اللي كتجي كتشارك في هذا المهرجان هذا. وأعتقد أن بالنسبة للمدينة ديال أكادير هي مدينة سياحية والسياحة الثقافية تاهي من بين المؤهلات ديال هذه المدينة هذه، واللي خصنا نشجعوها ونشجعوها بشكل كبير، لا على مستوى المؤسسات المؤطرة لما هو ثقافي ولا ما هو سياسي، حتى الناس ديال المنتخبين يجيو يشوفوا هذا المعرض هذا، يشوفوا جمع الإمكانيات اللي كتفخر بها المدينة وهذا المعرض هذه. فالاختيار ديال هذا التوقيت هذا أعتقد كان كيناسب أولا الناس المشاركين، وبالنسبة اخترنا التوقيت اللي من بعد 7، بمعنى ما بقات لا دراسة لا والو، والناس ممكن يجيو. بالإضافة أنا غادي فضاء اللي مفتوح لا اليوم ولا غدا ولا بعد غدا، بمعنى أميمة بلقيد من مدينة الدار البيضاء، نائبة رئيسة لهذا المهرجان الدولي أكادير آرت فير. بالنسبة للمشاركين ديالنا من جميع الدول العالم، كاينين من المكسيك، من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، من إيطاليا، إسبانيا، من المغرب بيان سور، ومن السعودية، الإمارات، والعراق. بالنسبة الشباب هذه فرصة لنا باش نكتشفوا الدول الأخرين، ثقافات جداد، وشحال من حاجة. كاين الرسم، فنون، جميع الثقافات كاينين. صافية الكاملي من مدينة طنطان، حاليا متواجدين في فيستيفال انترناسيونال باش نعرضوا اللباس ديال خديجة نشاش، هي المصممة ديالنا. تصميم مستوحات من أفلام أمريكية معروفة مشهورة، بحال أصدقاء ديالي ماليفيسنت ومن غيرهم. سميتي منال لقبان، كنسكن في مدينة أكادير. اليوم اللوك ديالي استوحته من ديك الشخصية ديال ماليفيسنت، وحيت اصلا كتعجبني بزاف واستوحيت منها واخا ما كتشبهش ليها بزاف، وحتى شخصية مستوحات من الطبيعة. وانا يا ديجا موديل لوك ديال واحد لارتيست فنانة سميتها خديجة. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.